السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين على قناة 22. درس النهاردة عن طريق تحميل برنامج VLC، برنامج بيتميز بمميزات كتيرة، وإن شاء الله هنعمل شرح عن طريق مشاهدة قنوات بين سبورت، وهتكون عن طريق برضو البرنامج اللي اسمه VLC. أول حاجة الرابط ده هسيبه لكم أسفل الفيديو، وبعد كده أما نيجي عند الرابط هنضغط على كلمة تنزيل، وبعدين هينقلنا للصفحة دي. هنضغط على داونلود، هتظهر لنا علامة التحميل، هنضغط ستارت داونلود. وبعد ما التحميل انتهى هنقفل وهنروح لملف التحميل، هنلاقي هنا ال VLC، هنضغط ضغطتين وبعدين يس. وهنا هنختار اللغة، ما فيش اللغة العربية فهنخليها انجليزي، هنضغط اوكي، نيكست نيكست نيكست. هنا هتختار مكان التحميل، لو عايز تغير مكان التحميل ممكن تغيره من هنا، تختار المكان اللي انت هتحمل فيه، بس انا هخليها في السي زي ما هي. بعدين انستول وننتظر التسطيب. وبعدين هنسيب دي معمول عليها علامة صح، وبعدين نضغط فينيش وهنستنى شوية. هنلاقي البرنامج فتح تحت اهو، فتح هنا. دي بقى دي قائمة تشغيل عادية، والبرنامج شغال. لو عايز تخلي البرنامج دوت هو الرئيسي، يعني لما تيجي تفتح مثلا أي فيديو هو يفتح على البرنامج ده بس، تعمل ايه؟ أول حاجة هتروح جاي مثلا على اي فيديو، وتروح جاي كليك يمين تختار اخر حاجة، وبعدين هنا ممكن ما يكونش بي ال سي، هو انا عشان عامله بخليه هو الاساسي، هتضغط على تشانج وهتلاقي بي ال سي موجود هنا. لو ما لقيتوش موجود هنا تضغط هنا تشوفه موجود، لو مش موجود في القايمة دي خالص هتضغط على براوز وتروح على ملف البرنامج وتختاره، الملف اللي انت سطبته، لو سواء كان في مكانه اللي هو في السي او غيرت مكانه. وبعدين بعد ما تختاره هتضغط اوكي، وبعدين اوكي هتلاقي كلهم بقى عليهم على علامة القمع ده، اللي هو كلهم لو جيت فتحتهم، لو جيت فتحتهم هيظهر لك بالطريقة بطريقة برنامج ال VLC زي ما انتم شايفين كده اهو، شغال ببرنامج ال VLC. وبكده نكون خلصنا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.